تعترف انه هذا هو هشاشتك، وتعترف انه هو هذا ضعفك، وتعترف انه انا القوي اللي انا نميت بهي الهشاشة نفسي لاجعل منها ما انا عليه، ولاجعل حتى الخير اللي عندي يغمر هذه الهشاشة ويغمر هذا القلم ويغمر هذا السجل. وانا بعرف لو ما كان هذا الألم موجود انت كنت اجمل واعظم واقوى. ما نقول عكس ذلك، لا نتخبى مثل ما بيقول المجتمع، لا انت كنت ستكون اعظم واقوى. اذا انت اليوم عندك هذا البزنس كان سيكون عندك 10 أضعافه لو انك اخذت التعليم اللي لازم تاخذه، لو انك اخذت الارشاد اللي انت لازم تاخذه، لو انه هذا الانسان اللي جرحك او جرحك او جرحك او جرحك او جرحك، لانه انت كنت عم تسمع له، انت كنت بحاجه لكلمه حلوه منه، انت كنت بحاجه لعاطفه حقيقيه منه. اليوم صار عندنا تكنيكات كفايه في الحياه وخبره كافيه في الحياه وتطور كبير بالحياه، نحن نقدر نخدم الشخص يفتخر بالشخص اللي بده يكون حتى لو في خيالك، وتغمره بخيرك وقوتك، انت ما فيش اقوى منك اصلا.